السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على ميناء الحمدانية والأسباب، الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي إلى تعطيل هذا المشروع الهام والمشروع المحوري، ويعني ما بقتش يعني الآن ما رناش في وقت اللي نبرهن على الجدية وعلى الضرورة نتاع الميناء كهذا بالنسبة للاقتصاد الوطني. لكن المشروع هذا مازال متعطل لأسباب مجهولة، واليوم حبيت نسرد لكم بعض الأسباب اللي ممكن تعطل المشروع هذا. أولا، السبب الأول والرئيسي هو مسألة التنافسية بين الجزائر والمغرب الأقصى حول هذا مسألة النقل البحري، وهو ينافس في الحقيقة ينافس الميناء نتاع طنجة. إذن يقدر يلقى مقاومة بطرق شتى من طرف المخابرات المغربية. هذا السبب الأول، فيه مقاومة مخابراتية، لوبينج لوبينج ان بريسينج نتاع اللوبيات التابعة للمغرب، يديروا بريسيون على الشريك الصيني، يديروا بريسيون على يديروا حملة إعلامية. إذن هذا السبب الأول يأتي من المغرب الأقصى. السبب الثاني هو قد يأتي من الدول الأوروبية الجنوبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، لأن المشروع هذا ينافس الموانئ بتاع جنوب البحر الأبيض المتوسط، لأن البواخر كانت الكبيرة ذات الحجم الكبير واللي ترصف في المياه العميقة، إلا جات من آسيا يعني من دول آسيا والصين، إلا كانت باش تجي للجزائر عليها تمر على موانئ جينوفا وميناء برشلونة ومارسيليا، موانئ هذه الدول حتى تحط تتعاود تحط السلع في هذه الموانئ باش تعاود تجي تتشحن في بواخر أقل طول باش تجي للجزائر نحو موانئ الجزائرية. إذا كان ديزيسكال، إذا درنا هذا الميناء، لأن هذا أول ميناء جزائري في المياه بالمياه العميقة، عميقة جدا. إذا درنا هذا الميناء تولوا كل البواخر اللي تجي من الصين، وخاصة الصين اللي عندنا علاقات تجارية كبيرة معها، كل هذه البواخر سوف تأتي مباشرة إلى موانئ الجزائر، اسمها بدون ما تمر على الموانئ نتاع جنوب أوروبا. إذا يقدر يكون فيها إمبريسيون من هذه الدول دير أن لوبينج خفي لتعطيل المشروع هذا بطرق شتى، من ناحية البريسينج على الشركاء الاقتصاديين تاع الجزائر وخاصة منهم الصين. إذا نفس الشيء فيه عمل مخابراتي خاصة من فرنسا باش المشروع هذا ما ينطلقش. النقطة الثالثة اللي ممكن تعطل المشروع هذا هي قضية الوباء نتاع كورونا. الوباء هذا قد يعطل مجيء العمالة، اليد العاملة الصينية والخبراء الصينيين وكل كل الموارد الموارد تاع العمال اللي ممكن تكون عندهم تجربة
في هذا الميدان في بناء الموانئ الكبيرة. إذا باش نتجلبوا هذا اليد العاملة الكاليفية يعني مؤهلة في مثل هكذا مشاريع، إذا ممكن يكون فيها إشكال بسبب تداعيات كورونا. ضف إلى ذلك المحيط الاقتصادي في الجزائر، و يعني الكفاءات نتاع الوطنيه اللي نتاع الماناجمنت نتاع باش ينطلق المشروع على مستوى الوزاره وعلى مستوى المؤسسات اللي عندها علاقه بالمشروع هذا راهي راقده، حتى ولو فيه مشاكل كبيره يعني مع خارجيه لازم تنشط، لان المشروع هذا مهم جدا في كل النواحي. وهذا المشروع ما فيش غير الميناء، في طريق سريع، في طريق سكك حديديه، فيها رفع الضغط على ميناء الجزائر، فيه كتير، فيه المداخل من العمله الصعبه لا حصر لها، هذه المداخل تولي السلع المتوجهه نحو اوروبا تولي تمر على الميناء تاع الحمدانيه، اسم الآية تنقلب، تولي البواخر اللي كانت رايحة الأمور أوروبا مباشرة تولي تمر على ميناء الحمدانية، تفرغ السلعة ديالها وتعاود تروح. لأنه علاش في ميناء الحمدانية هوش كبير غير بالكي تاوعو بالمرافق، عنده مساحة كبيرة نتاع مناطق نتاع عبور الحاويات، يعني الحاويات عندنا اون زون دو ترانزيت كيما طنجي، فيهم عندهم اون زون دو ترانزيت. لكن حنا لو كان هذا الميناء يرى النور سوف ياخذ كميه كبيره من الاسواق نتاع لوفرات نتاع لوفرات نتاع نقل البضائع، وكذلك نتاع تخزين الحاويات، لان الميناء الحمدانيه اقرب للمنطقه الشرقيه للشرق الاوسط، والصين اقرب من ميناء طنجي اللي جاي في منطقه بعيده. إذن سوف يأخذ كل تقريبا سوف ينافس ميناء المغرب الأقصى إلى أقصى حدود. وإحنا نعرف بلي ميناء نتاع طنجي هو تابع لشركات أوروبية، شركات أوروبية هي ميناء تاع طنجي كله استثمارات خارجية أوروبية، هذا تاع امر مفروغ منه. اذن الدول الاوروبيه ما عندهاش فايده الا كان فيه ميناء الحمدانيه ياخذ الاسواق للميناء تاع طنجي تاع طنجه. اذن هذه الاشكاليات الموجوده حول المشروع، وحنا انا ندير نداء للمسؤولين تاعنا، يا ناس اي فو اتاكي اوفنسيف، لازم تكون عندنا قوه دبلوماسيه وقوه تفاوضيه وقوه استخباراتيه باش نحقق المشاريع تاعنا. لازم الضرب من حديد، وإذا فيه خونة داخل الوزارات يعملوا لمصالح خارجية لازم الوزارات دير اللي عليها. احنا عندنا شركة اقتصادي قوي، الصين ما تلعبش، الصين راهي تبني مشاريع كبار في مصر والامارات العربية في كل دول العالم. إذن على السلطات الجزائرية أن لا تلتفت يمينا وشمالا ولا تلتفت جنوبا وشمالا، يا خويا
المضي، لازم المضي في المشروع هذا، وما تبقاوش فريسة للجماعات الضغوط هادويا الخارجية والداخلية. وهنا نروح نشوف آخر تقرير اللي عنده أقل من شهر هذا التقرير، ويعطيكم الحالة الوضعية في الميدان، كيفاش راه المشروع على مستوى بلدية الحمدانية وشاطئ الحمدانية. ونخليكم مع هذا التقرير الهام. وأنت تقف أمام هذا المخطط ستفتخر بإطلاق الجزائر لهذا المشروع الضخم والاستراتيجي لميناء الحمدانية بشرشال، لكن للأسف الصورة الحقيقية التي رصدناها لكم في الميدان بعيدة كل البعد عما رسم في تلك المخططات، والكلام الكثير الذي قيل عن المشروع الضخم، حيث وجدنا آلات الحفر والشاحنات التي كانت ستتكفل بالأشغال في الميناء، لكن من طول انتظارها وجدناها تعرضت للصدى. من الجهة المقابلة وجدنا الغبار مكان الطريق السيار والتي كانت مبرمجة لمرافقة المشروع، وعن المكان المقرر برسو البواخر والحاويات وجدنا المصطافين يستمتعون بالسباحة والهواء الطلق. دخلنا قاعدة حياة العمال التي باشرت الأشغال فيها، فوجدنا المشروع الضخم بقي على حاله منذ سنوات، رغم أن قاطني المنطقة ينتظرون منه الكثير. شو في 2014 2014 وراهم فما الماتريال تاعو خدموا به، راهم حطوه فما، عنده ديجا راهي عنده 6 ولا 7 سنين وهو محطوط فما، الماتريال راهو يرشى، ما كان والو. هم زادوا جو دائما يقولون عام هذا شهر هذا سمانه هذه، ويقلع يقلع، ما كان والو، رانا نسناو. والبور هذا فايده للناس، فايده للشعب، فايده للدوله، فايده كاع يستفادوا فيه الناس. جاوا بلاصه ولي بيرون تاوعهم اليهم، بصح البور مازال كاع ما زغتش. البور مازال ما زغتش كاع. وحنايا ماذا بينا الناس راهم يستناو، لي زانجيريان كاع يستناو، اللي يستنى يخدم يخدم، اللي يستنى يستفايد من البور هذا يستفايد. هما راهم يقولوا غير سناغ سناغ سناغ، ما كاش بروجي بون هضر عليه البريزيدون تبون، إلا دوني أوردر باش وي بور كيل ديمار، مي جوسكا بريزون ما كان والو. هذا البروجي، هذا المشروع، هذا إنجاز الميناء هذا، هذا حاجة مليحة لينا لهنايا، يعني يعود بالفائدة كاع سكان المنطقة، ماشي الحمدانية برك ولا لا. هذا على بالك سي بروجي، سي ميغا بروجي كما نقولوا حنايا، يروح حتى لاغوس حتى الأبوجا. أضخم مشروع في الجزائر بأكبر غلاف مالي، هكذا وجدناه بعد طول سنين. فبينما كان مقررا تجسيده والميدان فرق كبير. أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.